السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء، وصلنا وياكم إلى الدرس الثالث من دروس اللغة العربية للصف الرابع الإعدادي العلمي والأدبي. موضوع التعبير طلاب مثل ما تعرفون وأنا شرحت لكم سابقا، هو نستلم من الإنشاء ينفعكم بالثالث والرابع والخامس والسادس. فبالوزاري مهم جدا نتعرف على موضوع التعبير، وهو مرتبط ارتباط وثيق بالمطالعة، يعني بالكتاب مربوط موضوع الإنشاء والتعبير بموضوع المطالعة اللي شرحناه في المحاضرة الأولى من هذه الوحدة، هو موضوع الإيثار. التعبير الشفهي: ناقش الأفكار التالية مع زملائك ومدرسك معززا كلامك بأقوال أو أشعار أو حكم مما تحفظ، وهذا يكون مناقشته في الدرس معكم إن شاء الله. إذا كان الإيثار يعني تقديم الآخرين على نفسك في فعل وتصرف حسن، فما عكس هذه الصفة وكيف تجد إيثار هذه الصفة السيئة التي تقابل الإيثار؟ الإيثار يقابلها طلابنا الأعزاء الأنانية وحب الذات وعدم يعني تقديم مصلحة النفس على مصلحة الآخرين، يعني باختصار أقول لكم إياها، فهذا هو عكس الإيثار. يعد الإيثار علاجا لصفات ذميمة يمكن أن تكون عندنا، فما تلك الصفات؟ تحدث عنها مبينا أثرها في المجتمع. يعني قلنا الأنانية، حب الذات، تقديم حق النفس على حق الغير، هو الإيثار، أن تقدم حق الغير على حقك حتى لو كنت أنت صاحب الحق. ثلاثة: الوالدان أول شخصين تراهما في حياتك وتكون في أحضانهما، وهما أول شخصين تجد صفة الإيثار متمثلة فيهما، دل على ذلك. نعم، فالوالدان يؤثرانك عليهما وعلى حساب صحتهما ورغباتهما، فيقدمان رغبات الابن على رغباتهم في شراء الحاجيات، في الطعام، في الشراب، حتى في الوقت يؤثرانك على أنفسهما، فهما أولى بالتقدير والاحترام لما يقدمان من إيثار. رابعا: في تاريخنا الإنساني شخصيات كان لها مواقف عظيمة تجسدت فيها صفة الإيثار، هل يمكن أن تتذكر شخصية ضربت مثالا رائعا في ذلك؟ طبعا الشخصيات كثيرة جدا، خصوصا في تاريخ الإسلام، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو إمام الإيثار، ويأتي بعده الإمام علي رضي الله تعالى عنه، فقد نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وآثر نفسه في موقف ممكن أن يقتل به، ولكنه لم يخشى الموت ونام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء مشركو قريش لكي يقتلونه، فرفعوا الغطاء وجدوا أن عليا نام في مكان النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا: الصدقات وتقديمها للمحتاجين، هل تراه من الإيثار؟ تحدث عن ذلك. نعم، كل الناس يحتاج للمال، فالمال هو عصب الحياة، فالإنسان لا يخلو من حاجة إلى المال، ولكن يقدم جزءا من ماله إيثارا للفقراء حتى يستفيدوا منه. هذا بالنسبة للتعبير الشفهي. أما التعبير التحريري، فالإيثار ذلكم الخلق الذي يدل على صفاء النفس ونقائها من البخل والشح والأنانية، فلصاحب الإيثار نفس تواقة إلى الخير مسرعة إلى الإحسان. انطلق من هذه المقولة لكتابة موضوع تعبير تبين فيه أهمية هذه الصفة في المجتمع الإنساني عامة والمجتمع العراقي بخاصة، من أجل بناء مجتمع متراحم. أريد منكم طلابي الأعزاء طلب، بما أننا جالسون في البيت وعندنا وقت طويل، نريد أن نكتب موضوعا عن الإيثار تحررونه بأقلامكم الجميلة الرائعة من غير الرجوع إلى الانترنت، إلا فقط في حالة واحدة، الرجوع إلى كتب ومصادر. يعني أريد منكم ترجعون إلى كتب، إن لم تجد الكتب عندك في البيت تدخل على الجوجل وتستخرج كتب وتستخرج المعلومات من هذه الكتب. نريد أن تكتبوا بأمانة موضوعا عن الإيثار بأقلامكم وبتعبيركم الخاص من غير الاعتماد على غيركم، لنرى أسلوبكم الرائع في هذه الفرصة، كيف يمكن الإنسان أن يؤثر نفسه. ترون اليوم في ظل هذه الظروف وهذا المرض
الذي داهمنا وإن شاء الله لم يتفشى في بلادنا، كيف نستطيع أن نؤثر الآخرين على أنفسنا؟ رأيتم اليوم التسابق إلى شراء الكمامات وإلى غيرها، ولا ويعني أحيانا الإنسان يذهب إلى السوق ليشتري كميات كبيرة من الطعام ومن الكمامات ولا يفكر بغيره، فهل هذا يعتبر من الأنانية أم يعتبر من الإيثار؟ يعني إن جاءك شخص وأراد منك شيء تعطيه إليه، هل تقدمه اليوم في ظل هذه الأزمات؟ نرى في البلدان الأخرى من يوزع الطعام ويوزع الشراب في الشوارع وعلى المرضى ويوزع الكمامات، فهذا يدل على تحمل المسؤولية وعلى الشعور بالإيثار رغم أنهم غير المسلمين. أما نحن المسلمين فأولى بهذا الإيثار، وهذا خلق يعني عظيم، هو من صلب ومن أساسيات ديننا، فيجب أن نطبقه اليوم على أنفسنا وعلى طلابنا. فلذلك طلابنا الأعزاء، وصية ونصيحة أخيرة في ظل هذه الأحداث التي يمرها البلد، فقد هولوا الأمر وأعطوه أكبر من حجمه، الأمر يسير جدا إن شاء الله، والمرض لم يتفشى وأعداد المصابين قليلة جدا، لا نريد هذا أن يؤثر على نفسيتكم ويثني من عزيمتكم ومن همتكم، بالعكس نريد أن تكون عزيمتكم قوية وإرادتكم صلبة كما عودناكم. وهذه محاولة تسجيل الدروس والمحاضرات هي محاولة لرفع معنوياتكم وعزيمتكم، لن يؤثر عليكم هذا المرض، لا تخافوا. أوصيكم بدعاء ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام اللهم إني أعوذ بك من الجنون والبرص والجذام وسيء الأسقام، اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، وإن شاء الله لن يصيبكم هذا المرض. فالحياة إن شاء الله لا تتوقف وتسري وستزول هذه المحنة، فنريد منكم همة وعزيمة عالية، ونتمنى لكم الموفقية والنجاح في حياتكم الدراسية، ونتمنى لكم مستقبلا زاهرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.